فرضت المفوضية الأوروبية أمس غرامة مالية قدرها 1.49 مليار أورو على مجموعة جوجل بسبب استغلالها لموقعها المهيمن في السوق وفرضه لبنود تقييدية في العقود المبرمة مع باقي المواقع الإلكترونية والتي تفرض حظر تمرير إعلانات المنافسين في هذه المواقع. وأوضحت المفوضية في بلاغ لها أن ممارسة جوجل تسيء استعمال وضعيته المهيمنة في سوق الوساطة الإشارية المرتبطة بالبحث على الإنترنت لأنها تمنع المنافسين من عرض إعلاناتهم.